تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في افريقيا، أما تركيا فتحتل المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022. أما تركيا فأصبحت وجهة رئيسية للصادرات المصرية غير النفطية، فيما جاءت في المركز الثامن كأكبر الدول المصدرة إلى مصر. العلاقات الاقتصاديه المصريه التركيه لم تنقطع يوما ولم تغيم عليها اي سحابات صيف فمنذ العقد الماضي والعلاقات الاقتصاديه بين الدولتين الشقيقتين في تزايد رغبه منهما في الاستفاده اقتصاديا من امكانات بعضهما البعض فمصر هي اكبر شريك تجاري لتركيا في افريقيا أما تركيا فتحتل المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022 أي أنها أصبحت وجهة رئيسية للصادرات المصرية غير النفطية فيما جاءت في المركز الثامن كأكبر الدول المصدرة لمصر وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 من مليار دولار خلال عام 2021 حيث بلغت الصادرات المصريه الى تركيا خلال العام الماضي نحو 3.78 من مائة مليار دولار فيما سجلت الواردات المصريه حوالي 3.18 من مائة مليار دولار ويسعى البلدان للنهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار في غضون خمس سنوات ورسوخا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ساهمت اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها القاهرة وأنقرة عام 2005 ليس فقط في زيادة الحجم الإجمالي للتجارة في حسب بل أدت إلى حدوث تغيرات في هيكل التبادلات التجارية بين البلدين حيث زاد المكون الصناعي في التبادلات التجارية بين الدولة مقابل المواد الخام، فأصبحت التجارة السلعية بين الدولتين تتركز في الحديد والصلب والوقود والزيوت المعدنية، إضافة إلى المنتجات الكيميائية غير العضوية واللدائن ومصنوعاتها، علاوة على السيارات والدراجات والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزجاج والملابس، فيما توجد رغبة للشركات التركية في زيادة استثماراتها في مصر وعقد مزيد من الاتفاقات التجارية مع نظيرتها المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية والخدمية الواعدة للبلدين على مستوى نمو الصادرات وخلق فرص عمل ومنها مشروعات جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات والكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية وقطاع السياحة ورغبة من القاهرة في استثمار التوجه التركي لزيادة استثماراته في مصر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في منتصف فبراير من العام الماضي اجتماعا مع وفد من ممثلي شركات تركية هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات أبدى فيه الجانب التركي في رغبته في بدء استثمارات جديده في السوق المصريه لينتج عن الاجتماع اعلان من وفد رجال الاعمال التركيه عن ضخ استثمارات جديده تبلغ نحو نصف مليار دولار وفي مجال التبادل السياحي اعلنت مصر نهايه مارس الماضي عن اطلاق مجموعه من التيسيرات والتسهيلات الجديده الهادفه للحصول على التاشيره السياحيه للجنسيات المختلفه ومن بينها المواطنون الاتراك في اطار سعيها لزياده معدلات الزياره السياحيه والوصول الى 30 مليون زائر سنويا، لينعكس ذلك على ارض الواقع بارتفاع عدد السياح الاتراك الى خمسه امثال ما كانت عليه في العام السابق وسط توقعات ان يصل عدد السياح المصريين في تركيا الى مليون سائح في غضون خمس سنوات، علاقات اقتصاديه قويه لم تعصف بها اي رياح. لتصبح وعن حق مراه للواقع بان الشعبين المصري والتركي تربطهما روابط متينه تضرب بجذورها في عمق التاريخ